أهلا بيكم، أنا دكتور أحمد سيد، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بالقصر العيني. مرض الدوالي بصفة عامة من أكثر الأمراض شيوعا، وما يعتبرش من الأمراض الخطيرة والحمد لله، ولكن بيسبب أعراض مزعجة لناس كتير. كنا زمان لازم نعمل له عملية، دلوقتي ما بيناش في اضطرار لإجراء عملية جراحية، بقى في طرق علاجية كتيرة بعيدة عن الجراحة، أهمهم العلاج بأسطرة الليزر والتردد الحراري والحقن الرغوي. كل دي سبل بقت أيسر من العملية وفوائدها كبيرة جدا، بتحقق لنا راحة للمريض وتخليه يخف ويروح بسرعة البيت، ما يضطرش ان هو يتحجز في المستشفى او يقعد مده طويله، وبيرجع لنشاطه الطبيعي بصوره سريعه جدا وبنسب نجاح عاليه جدا. السؤال المعتاد ان انا خايف من رجوع الدوالي مره تانيه. الرد على السؤال ده ببساطه شديده ان لو العمليه اتعملت بطريقه كويسه بواسطه حد عنده خبره كافيه، وكمان القرار العلاجي كان مناسب للحاله دي بعينها، كل مريض قد يكون له طريقة علاجية تناسبه هو أكتر من غيره، فلما نكون مختارين الطريقة العلاجية المناسبة للمريض المناسب فإحنا إن شاء الله ما يبقاش فيه رجوع للدوالي.